سبحانه سبحانه يقول عن عباده حال افتقارهم يمن عليهم وهم مستشعرين عبوديتهم، ينسوا أنهم أنبياء في لحظة من اللحظات لكمال الافتقار، وينسوا صلاحهم وهم أصلح الخلق، وينسوا عصمتهم فينسبوا إلى أنفسهم أحيانا بعض الذنوب والتقصير. هؤلاء الأنبياء المكرمون المعصومون النماذج العليا للبشرية يقول في أعلاهم نموذج وأفضلهم وأكرمهم: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يكن بنبيه. فلما استشعر عبوديته وفقد زوجته التي كانت تريحه في بيته، وفقد عمه الذي كان يؤمنه في خارج بيته، وفقد أنصاره في بلده، فخرج إلى الطائف يبحث عن من ينصره، فلما عاد لم يدخل إلا في جوار كافر. لما اجتمعت عليه هذه الأحزان كلها والافتقار كله، وقال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أسرى به، رقاه وعلى قدره، لأنه ضاقت به الأرض ففتح له أجواء الفضاء. فإذا ضاقت بك الأرض يا حبيبي فأكواني تسعك فأنت تسعها برحمتي، فأنت رحمة العالمين. فإن ضاقت بك الأرض عن سعة رحمتك يا حبيبي فأتني وأنت عبد، أغطيك بأفضالي وإكرامي وإنعامي. فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وانظر كيف وصفه بالعبودية التي فيها الافتقار والشعور بالعجز والشعور بالحاجة والاضطرار. يقول عن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب عبادنا، ولم يقل أنبياءنا ولم يقل خليلي، ذكرهم بالعبودية. واذكر عبادنا، واذكر عبدنا أيوب، وهكذا يذكرنا بخواص خلقه بعبوديتهم لما تحققوا بعبوديتهم. ومن العبودية الاضطرار إلى الله والشعور بالافتقار إليه تأتي التخصيص ويأتي الكرم ويأتي الفرج. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، أفضل لقب كان يحبه صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله وعبده. عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، يقول: إنما أنا عبد الله ورسوله، ويبدأ بالعبودية قبل الرسل. لا يقول أنا رسول الله وعبده، لا، يقول عبد الله ورسوله، هكذا يبدأ بالعبودية. فحقيقة العبودية إذا تحققت بها كنت أهلا للتخصيص ورفع الشأن. ومن تواضع لله رفع، ومن ارتفع على الخلق وضعه الله. فالكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. فإياك أن تنظر لنفسك وتنسب لنفسك النعمة، فما بكم من نعمة فمن الله. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. فالفرج لا يأتي إلا على أهل الخير وأهل الوداد وأهل الأنس بالله وأهل القرب لله. فجعلهم في وسطنا ملاذ نلوذ إليه، كما أنك تلوذ إلى الطبيب الماهر عندما تمرض، وتلوذ إلى العالم والفقيه عندما تعجز عن اتخاذ قرار في حياتك أو في أمور دينك ودنياك، فأنت تلوذ بهم إذا ضاقت بك الدنيا. جعلهم محل للواث، كما أننا نلوذ بجدهم يوم القيامة جميعا
وهو الوحيد الذي بيده مفتاح موقف يوم القيامة، فهو أول شافع وأول مشفع، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. بعدما تراجع كل الأنبياء والأكابر في هذا الموقف، الكل يقول نفسي نفسي، وهو يقول أنا لها أنا لها بفضل الله له. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هكذا يبدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم معظم خطبه بهذه الآية المباركة، ليذكرك أيها المؤمن أيها المسلم أن بينك وبين كل إنسان على وجه الأرض مهما اختلف دينه وجنسه ولونه ولغته وعصره ومصره، مهما اختلفتم فهو أخوك ابن أمك وأبيك، فاتق الرحم فيه. ولذا يقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وما شن الحروب صلى الله عليه وسلم إلا ليحقن بها الدماء، لم يحارب من أجل أن يريق الدماء، بل حارب من أجل أن يحقن الدماء، كما أنه صالح من أجل أن يحقن الدماء، فكل هدفه هو حقن دماء حتى من عداه، فكان يباغت عدوه حتى يستسلم فلا يقاتل فيقتل منهم كثير، كان يباغتهم من أجل ألا ينتصر عليهم فيستحر القتل فيهم، لا بل حتى لا يحاربوه فيستسلموا فيحافظوا على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم. هكذا كان رحمة في حربه، فما بالك في سلمه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب الخاص من وسط الناس، فالناس منهم كافر ومنهم مؤمن، يخص المؤمن بخطاب آخر في غاية التشريف والتكريم، محبب لكل مؤمن. تصور ربك يناديك، تصور ربك يناديك، فبعد النداء لابد أن تصيغ له بكلك، لا بأذنك ولا بعقلك ولا بقلبك بل بكلك. فحبيبك يناديك، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ولولا أنه أحبنا ما خطبنا وما أرسل إلينا رسل لتركنا كالأنعام نعيش حياة الغاب، ولكن لحبه لنا خاطبنا، ولما خاطبنا أرسل إلينا أحب الخلق إليه وأنزل كتبه علينا، فلم يخلقنا هملا. فقال يا أيها الذين أمنوا، كل هذا الخطاب من القرآن، يا أيها الذين أمنوا خطاب خاص بأهل الخصوص، وكل يا أيها الناس خطاب عام لكل المكلفين، ويدخل فيهم الإنس والجن، فالمكلف هو كل عاقل على وجه الأرض، كل عاقل على وجه الأرض مختار مكلف، والعاقل على وجه الأرض كما نعلم، وإن كان ربما يكون لله خلق آخر لا نعلمه، هم الإنس والجن. وخطبهم الله في سورة الجن في سورة الرحمن، وجعل سورة لهم باسم الجن، ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويعدد النعم ويعدد التذكير، كل ذلك لأنهم مكلفون. فيا أيها الناس يدخل فيهم الإنس والجن، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، أنثاهم وذكورهم، يدخل فيهم الكل بكل أجناسهم وفي كل العصور وفي كل البلدان وفي كل الأزمان. خطاب عام من النبي الذي عمت رسالته كل الأكوان، وعمت رسالته كل البشر، وعمت رسالته الإنس، وعمت رسالته حتى الملائك صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يخاطب نبي قبله الله من خلاله بقوله يا أيها الناس، لم يخاطب الخطاب العام إلا بالنبي العام والرسول العام، ولكن الأنبياء السابقون كانوا يبعثوا لأمة من الأمم وبقعة من البقاع وزمن من الأزمان، أما هو فلكل بقعة ولكل زمن ولكل إنسان صلى الله عليه وآله وسلم.